إبل تتجول في الطرق الصحراوية بباطن الجبل ولمسافات تزيد عن 150 كيلومترا من بدر وصحراء البرمبخ والهبلية وقصر الوطية وصولا إلى طريق الزرير بضواحي المنطقة، مع عدم اهتمام أصحابها لإبعادها عن الطرقات مع مخاوف من وقوع حوادث مرورية بسبب ذلك. الإبل هاي طبعا تسبب في مشاكل للناس، وكل الثروة الحيوانية تسبب في حوادث، تسبب في ازدحام في الطرق في الليل في النهار في كل الفصول. الناس تضررت من الإبل، وعلى أصحاب الإبل أن يراعوا الله في هذه الثروة الحيوانية وفي هذه الحيوانات، ويبتعدوا بها عن الطريق، ويديروا لها الناس تبعدها على الطريق ويبتلها بها، لأنها سببت أضرار. وفي بعض السيارات من شاحنات من الإسعاف ربما يكون بسرعة ناقل المريض ما عادش يقدر يتفادى الإبل، وخاصة في الليل. ومع تهالك الطرقات ووجود إبل نافقة على جنباتها، ومع تكدس الرمال صارت الطريق أكثر وعورة، مسببة قلقا للمواطنين والمارين بهذه الطريق. يعني ننصح المربين أبال أنهم يبتعدوا على الطريق العام، هذا طريق عام حقيقة. يعني اللي عنده إبل تربية الإبل يحاول أن يبتعد عن الطريق العام، هذه رابطة من طرابلس اللي عند البوابة، يعني الحدود من المربين أن يأخذ الحد والحذر، سببت مشاكل وسببت حوادث للناس، وعكس زي ما تشوفها على الطريق سارت المرة. ظاهرة باتت في ازدياد مع عدم الاهتمام الملحوظ سواء من أصحاب هذه القطعان أو الجهات المسؤولة، سواء بوضع سياج على طول الطريق الصحراوي حيث المراعي المفتوحة، أو توسيم أرجل الإبل بعلامة عاكسة تكون ظاهرة لسائقي المركبات في الليل. وفي انتظار الحلول تبقى هذه الطرق هاجسا لكل المارين بها.